أنا ماريا قمصاني من التعليم جدة. مشاريعي رائعة جدا، وأتمنى أن أمثل المملكة في آيسف، ومبسوطة أني مشروعي من المشاريع اللي حتمثل السعودية في آيسف. أتمنى أن أحصل على جائزة للمملكة وأتعلم من الرحلة هذه. مشروعي هو بناء بوابات تحت الماء تقيم على شعاب المرجانية بكفاءة عالية. تموت الشعب المرجاني بمعادلات غير مسبوقة، وهي تلعب دورا تذكاريا في حالة البيئة. عشان كذا نحتاج طريقة فعالة نراقبها. هذا هو هدف الروبوت الخاص بمشروعي. أود أن أشكر عائلتي على دعمهم المستمر خلال هذه الرحلة. وصلت المرحلة هذه لحماسي واهتمامي بالمشروع حقي.